بس تمام. ضباط اشراف وجنود اشراف ننسق معاهم عشان نحسم الفوضى دي يا جماعه، قبل الدوله الجنجويزيه تتوسع، قبل نعم دوله ال تقلد تتوسع. شايفين حميد الان هو ده رئيس للماليشيات حقته ود عمه ولا اخو شقيقه النائب حقه، قول له اسرته بالتحديد، اسرته بالتحديد جايبه راسهم كت. اي واحد ما عطيه ضابط كون قلت لك باسمك ما بعرف اكتب من الورقه، ما فيهم زول بعرف يقرا، نزل هو بولتل صفتي ما عارفينها. عميتي بيكون واقف هناك عامل له سلاح موسيقى وبحي فوقه، وزول واقف 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 صفا واقف صفا، ده رقبتي بقى واقف صفا والله. امشي راجع الفيديوهات وراجع الصور، شاير يا زول لانه 3 فيديوهات، شاير يا زول ما تشاير نغلي لي يوم بكره. اكلت يا فاره لسه في جلد نظيف. الفيديو الواحد يا حبيبنا يا بطيخ، الفيديو الواحد بيكون عنده 10 دقيقة، يعني أنا كده كده 3 فيديوهات دي أنت عارف هيتكلم فيها كده يعني يا روح أمك 21 دقيقة. أكلتها يا فارة 21 دقيقة ولا 18 دقيقة أقل حاجة. أرقد يا جنجويد عشان ما تموت، أرقد. أنت لما أنا أقول جنجويد وحميدتي جنجويد وقاتل ومجرم ما بتصدقوا كلامي ده كويس؟ رد عليهم يا عيسى، ما بقاطعكم ما بقاطعكم تاني يا جماعه، الناس تستعيد وتعمل شير جد يا جماعه، خليه يقفل الف، خليه يقفل الف يا زول اللايف ده. هذا اشراف وجنود اشراف ننسق معاهم عشان نحسم الفوضى دي يا جماعه، قبل الدوله الجنجويزيه تتوسع، قبل دوله ال تقلد تتوسع. شايفين حميد الان هو ده رئيس للماليشيات حقته ود عمه ولا اخو شقيقه النائب حقه، قول له اسرته بالتحديد، اسرته بالتحديد جايبه راسهم كت. اي واحد ما عطيه ضابط كون قلت لك باسمك ما بعرف اكتب من الورقه، ما فيهم زول بعرف يقرا، نزل هو بولتل صفتي ما عارفينها. عميتي بيكون واقف هناك عامل له سلاح موسيقى وبحي فوقه، وزول واقف 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 صفا واقف صفا، ده رقبتي بقى واقف صفا والله. امشي راجع الفيديوهات وراجع الصور، زول ما مؤهل رئيس القومي، ما مؤهل عسكريا، ما مؤهل اكاديميا، ما عنده اخلاق. في زول بيجي يقول لي عنده اخلاق، ما عنده اخلاق. اذا انت مضطر رئيس لك مجموعه، المجموعه دي بتقتل وبتنهب وبتسرق وبتغتصب، زي كلام الزمان اللي قاعدين نقول لكم كل الكلام ده في البشير. التحتو ده ان احنا ما عندنا معاهم كلام، الكلام ده في البشير. ناس لا 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 والله البشير مسكين، لكن التحتو قاعدين كل راعي مسؤول عن رعيته. نحن بنمسك الزول فوق، الليل اولادك طلعوا شماشه فعالي قليل ادب، بيقول ابوهم صحيح، ما بقولهم في نفسهم، بيقولوا لابوهم، دي تربيه ابوهم فينا. صحيح صح ولا ما صح؟ نفس الكلام. نحن الان نقول الدعم السريع ده تربيه حمايتي. اذا انت ما قاعد تقتل، ما قاعد تسرق، ما قاعد تشوف الكلام ده، دي مسؤوليتك انت مباشر. والله ناس شغالين فوق بدون ما تسال، والله بجلدك بصوت، بيشيلوا تليفونات الناس. السنه اللي فاتت ولا قبل شهور ما قاعدين يحلقوا الناس صلعه في خرطوم ده، بيشيلوا تليفوناتهم وقطعوا بناطيلهم. انسوها السنه اللي مضى في سوق ليبيا في العرب خرطوم، بيشيلوا تليفونات الناس، رجال طلع اقسم بالله. نسيتوا الكلام ده؟ نفس الكلام ده حصل بالملايين في دارفور وفي كردفان. نعم. سنين الناس بيعانوا معاهم كده. نعم. سنين الناس بيعانوا معاهم كده. فلذلك ممنوع توسع الدوله الماليشيه حقت حميتي، ما داريها تتوسع نهائي. ما داريها تتوسع. والنصيحه دي والله بنقولها في عيني زول. مبروك. بنقولها في عيني زول. مبروك يا جنجويد. بيجيك واحد زي ده لما تقول زي ده، يا زول اسي لما تعيرهم، يا زول الناس ما ما دي لك. والنازل ما قربانك، والنازل ما ولد عمك، طيب والله طيب دي قوات عرقيه. بقول لك لا 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 والله فوق كل قبائل السودان، الله دي الحقيقه دوما انا قاعد اقول زي ده، بقول لهم دي قوات عرقيه، بقول لي لا 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 فوق كل قبائل السودان. لما انا اتكلم فيهم وارشهم رش واردمهم ردم، بقول لي لا 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 فيها كل قبائل السودان. شفت النفاق؟ تبا لكم يا اخي، مبروك تبا لكم ولا امثالكم. ايوه الوطن اكرر للمره المليون وللمره الف، انحيازي والله للسوداني بس. والله تخلد دولة حقت عميتي تتوسع، اقسم بالله بالصوت في رسومكم بالنهار، والله جوا بيتك جلدوك مرتك، والله سمحة في بيتك زولها منك، والله الناس شغالين كده عجبتهم والله، والشغلة دي شالته يجي يقتلك في مرتك. ده الكلام اللي قاعدين يعملوه، ده الكلام اللي بيحصل، شفته بعيني انا الكلام ده، شفته بعيني 2013 ما حصل في دارفور. شير يا زول، شير يا زول، ولا عندي بيت اكيد، لكن ازعل الزول من دارفور باكد لكم. نعم. لانه اي كلام الزول بيقوله مسؤول منه امام الله عز وجل، مسؤول منه امام الله عز وجل.
شفته انا في الفيديوهات ده طبعا قديمه يا جماعه، احنا عاملين لها سكرين شوت وخاطينها للزمن الزي ده، ما حسي وايسا طبعا بقى جنجبيتي، لكن في 3 فيديوهات دايرين نرد لايسا ونثبت لاي زول انه الجنجبيت افعالهم شنو. ده الموضوع كله، تحياتنا ليه قدام نواصل. والله جاي من الخرطوم جيت الاويت، شفتهم بعيني لازم عملوا شنو في زيت الشاي. وسافرت ثاني يوم، سافرت لقيتهم في حته اسمها معدان، اقسم بالله نزلوا معانا نزوان من الحافله. الناس يتحرشوا بيه، وفي عساكر جيش مسكوه ما بيخلوه يمشوا. والله تقوم قدامنا انت عسكريه يا عيد تطاور خامس، والله تقوم دك، والله ده بهذا الاسلوب يعلم الله على ما اقول شيء. دقوهم دك عساكر الجيش بقول وقال الحفل حقتنا امشوا يلا، دايما عندكم مشغله تقول عسكر الجيش بس. والله ده الحاصل، في ناس بقول لك لا لا ديل شراكه مع الجيش، كذب والله نفاق، والله ناس ضد الجيش، ضد الجيش. جينا حلة برنو، والله اغتصبوا النسوان هناك في حلة برنو، ما بعرف حلة برنو زي هناك. طيب احنا لما قاعدين نقول اغتصبوا هنا ميتين ابو اهلك، كسر مالك انت ما تغالدنا ها؟ هو يا فضل يا زفت الطين، لما قاعدين نقول لك ناس الدعم السريع اغتصبوا وقتلوا، اهو ده سيدك، سيدك ولا ما سيدك عيسى ده؟ سيدك، سيدك يا سيد نيتك من الاكل والشراب، سيدك عيسى قال لك اغتصبوا، ولسه في 3 فيديوهات، شير يا زول، شير يا زول. بين قادوك للزلط وبين الردمية انت خلاص فكيت الزلط، الزلط ماشي قادوك لي يلا بتجي هنا حتى يسمع حلة برنو، اغتصب النسوان هناك، شالوا مواتر الناس، شالوا بهايم الناس. اوكي تعال متقدم جمعة دار عملوا مارسوا نفس الكلام بدر ايد، لما في واحد مات في مرته قتلوه، قال لهم والله مرتي قدامي مشهوره، والله ها عبد الزخيره والله قتلوه. مبروك مين هنا النتيجه؟ شوف قال لهم والله مرتي مشهوره. يا هو ده فضل قائد يا جماعه، فضل قائد ما فهد تاخ والله ترى وزخيرة. مبروك على الكلام اللي قلته يا عيسى، مبروك مبروك على سرد المعلومات الحقيقية. طبعا الكلام ده سرده زمان لما كان زمن الثورة وكان هو معانا وشاهد معانا سوا، لكن في النهاية بقى جنجبيت، لكن حفظنا له كلامه والمهم جبناه. فيلا أردم أردم بس. أنا هنا عبسوا ما عبسوا، سرقوا مواتر الناس، السوق اغتصبوا النسوان، مع احترام لكم في حي كده، الحي ده خاص بجميع القبائل المتنوعة، يعني ما فوق القبائل حقتنا حقت البقاري، قبائل متنوعه كلهم ساكنين مع بعض، حي اسمه طفشنا في خرسان، اغتصبوا النسوان دي نصي نصي والله اغتصبوا، وشالوا قروشي وشالوا تلفوناتي. والله بهذا الاسلوب انا الاجريت معي الحوار، اغتصبوا فيكم كذا، اغتصبوا فيكم كذا. والكلام ده بالمناسبه الاستخبارات العسكريه اعتقلتني فوق عديل، اعتقلتني فوق عديل، الكلام ده 2013 يوم 23. وفي نفس شير شير يا جماعه، ده الفيديو ده حسي ما انتهى، هم باقي 2 فيديو، هم 3 فيديوهات، 3 فيديوهات. حتى هو ده فيصل قايد، فيصل ولا فضل جلد جلد زي جلد الليل، انا البجلد شفته انا البقعد فيه زي ده ثاني ما بقوم، انت عارفني براك يا زول، انا زول افلاطوني، البقعد فيه زي ده ثاني ما بقوم. تقعدوا تخالطوني تقول لي جنجويت لا انا ما سوى ما اغتصبوا، شهد شاهد من اهلها. اهو ده الزيت، شفت قدر ما انت تتكلم واغتصبوا وقتلوا وبتاع، الناس بينكروا، بقول لك لا لا انت بس انت دعجاوي، انت فوراوي، انت زقاوي، انت مسلاتي، عشان كده انت ضد العرب. يا تو عرب انت بتتكلم فيه، بلا عرب بلا بطيخ بلا طماطم، شهد شاهد من اهلها. الزيت يا صاحبي لسه ناس تشير يا جماعه، الواحد يشرب لكم بعد مويه يرخي جسمه شويه كده في الكرسي ده كده، الليله ذاته بيرتاح كده، بتنعنش كده بنوم مرتاح كويس، عشان لما يرد عليه، وشفت عيسى ده لما يرد عليك، لما يرد عليك انا مرتاح. نكمل الفيديو ونشوف الفيديو الثاني، نكمل الفيديو ونشوف الفيديو الثالث. ناس تعمل شير، شير ضعيف مره واحد الف يا اخي، ما اقولها الف. تحياتنا، تسلموا كثير، شكرا لكم، نشوفكم يوم بكره. ما في شير اعمل لكم شنو؟ اواصل كيف؟ اواصل كيف وشير ما في؟ ناس تشير عشان نكمل الفيديو ده ونخش في الفيديو الثاني ونخش في الفيديو الثالث، يوريكم تفاصيل بتاعت الدعم السريع والقبائل اللي خشت في الدعم السريع وقتلت الناس. عيسى ما انا، عيسى عيسى ما انا، بل الله يبل بس. طيب طيب يا هنا يا ابو جرس، خليك قاعد عندي فيديوهات نكملها ونديك الدعوه تمام، ما تبرط الي، لكن في 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 قاعد تنبسني انت، انا شايفك شايفك وبرضه بتغمض ما بخليك، لكن عموما كده يا عبد جرس انا شايفك خليك قاعد انت تمام. فنكمل الفيديو ده، فبديك انت لما الناس اللي قاعدين يخشوا لك في الصفحه حقتك تقعد تورجخ، ما قاعد تديهم فرصه صح؟ حلو، انا بدخلك سؤال بسؤال
سؤال بسؤال، بسألك أربع ثلاثة أسئلة تجاوبني، أنت تسألني ثلاثة أسئلة بجاوبك كده بلبس. نبيل لك شوف اثنين بس، يا بلتني يا بليتك، إنصاف ولا ما إنصاف؟ خليك قاعد نكمل الفيديو بتاع الجنجويت. أنت رأيك في الجنجويت شنو يا عبد جرس؟ عبد جرس رأيك أنت في الجنجويت شنو؟ بلا شو طايم بلا زفت معاك يا زروي. أنا برنامجي واضح ما بخد يدي في الجنجويد. نكمل الفيديو يا جماعة، نكمل الفيديو. بعض أشراف وجنود أشراف ننسق معهم عشان نحسم الفوضى يا جماعة. قبل الدولة استخبار الخرسانة دقوم الله طلع روحهم، والله دقوم جندي جندي وضابط ضابط وبطعهم في الوطن، شالوا طبنجاتهم وشالوا كلاشاتهم أقسم بالله وشالوا مواثيرهم. نعم. قال أي شطار رجيم من مكتب الخرسانة يقول كلامي ده كذب. الحامي بتاع الخرسانة جلدهم جد في سرية كاملة تابع للجيش كان بتاع خرسانة، الجيش ده الدينارية جابوه من الجزيرة، قاعدين في حتة اسمها الكوبري، هنا في حتة اسمها الكوبري شال الجيش السرية دي كلها، شالها بسلاحها، شالها بسلاحها، وجلدوهم لما يوقفوش، ولما ودوهم القبيل وتاني فكوهم هناك وجوا راجعين، جو خرسانة شايلين قاتلين من 9 نفر، بالإضافة لذلك شايلين أكثر من 15 شخص مساكين أبرياء. في واحد من أولاد النوبة دي والله شنقوه، اقسم بالله عشان اقول بحبي شغال معي والله في النادي، شغال معي في النادي، انسان مسكين زي والله ما عنده شغل لا بس يا سلام زور كوره بس، وبيجي بيشتغل معي في النادي حقي، انا عندي نادي هناك نادي مشاهده، الزول ده عشان اقول من الناس عشان اقول نحن فاقدين يومين وقسم بالله عدالة السماء مرقته، الناس دي بعد ما عشان اقول وفات خلوه والله الحبل انقطع، والله الحبل انقطع، واليوم اللي رقبته مطبوحه، اليوم اللي رقبته مطبوحه، وعندنا عمنا برضه مننا اسمه ابو القاسم شعره كثير والله زول ده فجاجيك اسعم لله، مشكله في المخ خلوه ماشي والله بدون ذاكره ليوم الليله، عندنا اخونا اسمه عبد الرحيم ده كسر يده وطلعوا جنة، ولو دايرين الصور ده سيب انشرها لكم، انشرها لنا يا عيسى، اقسم بالله دايرين الصور ده انشرها لنا للدعم السريع، انشرها يا عيسى ونشرهم في الفيس هم ذات، لا انا انت انشرها لنا، انا بطالبك انت انشرها، ناس والله مواطنين، ده زول بقر وده زول زراعه وده زول مسكين ساي قاعد، ده الحاصل من الدعم السريع. ده الناس بيخلوهم يقعدوا في الخرطوم، والله يطلعوا جنكم، اقسم بالله يبودوكم، والله يغتصبوكم. وحتموتوا معاهم، يا ترضى يغتصبوا قريبتك، يا تموت. كده خساره خساره، ده الحاصل. ما في زول يجمل لي الدعم السريع، هوي. ما في زول يجمل لي الدعم السريع ولا زفتي. نهاية، وفي زول مبروك، مبروك، ده الفيديو. نخش في الفيديو الثاني يا جماعة. يا اخي ما لك كثرت فيديوهات، دي كلها فيديوهات يا جماعه. وجد وجد ارقد يا عيسى عشان ما تموت، كلم الحقيقه بس. ما تفتكرون اننا عايشين في كوكب زحل، دي كلها حقائق على الشعب السوداني يجيب عريفها. ولسه لو طلعنا لكم حاجه ثانيه والله تقولوا حميتي دي امره كسر. والله تقولوا امره كسر. ولسه والله ما وراك ولا والله ما وراك ولا مثقال ذره من الوش التعيس. ما وراكم له. لكن الحد اي زول الان لو لقوك مضطر في الدعم السريع ده والله كان بالسمحة ولا شينا بيغتصبوكي تلفونك يشيلوك، ولو لقوك وقت ساعتك سمحت تنجلد والله ما تقاقوش يجلدوك، والله ما تقاقوش بيجلدوك ويشيلوا حاجاتك، ده اسلوبهم كده ناس رباطة. نعم. ما خشوا الدعم السريع ده لمرتبات، والله للأمانة ما خشوا الدعم السريع ده لمرتبات، ترى بس كاكل كاكل ده بخليك تسرق وخليك تنهب وخليك تدق خليك تغتصب خليك تعمل أي حاجة، وحاميك ما في زول بحزنك نازل لابسين كاكل الكلام ده. ده الفيديو الثاني يا جماعه، الناس تعمل لنا شير يا جماعه، الناس تعمل شير يا جماعه، ده الفيديو الثاني يا جماعه. والله انا شفت الكويده ذات حمى زي ما قال، انا خدته كده في الترابيزه دي حمى عديد سخن يعني حمى كويس، فالناس تعمل لنا شير يا جماعه، شوف لي اي حاجه ناخدها هنا، شوف لي والله العظيم صدقني ها الخشب ده شفته الترابيزه بتاع الخشب دي ولعت معانا يا جماعه، هو الناس تعمل شير يا جماعه، ما في شير نبطل الشغله دي، هاي ما في شير يا جماعه نخليها تشير، انا بمش معك ما تشير، رجينا اللايفات الزمان دي 3000 4000 مشاهده وقت دريك هسي ده ليه 1000 يا اخي، بروح افضل ما نقول شير كده بتشيروا ليه معكم، ما قاعدين نديكم الزياده يا جماعه من بيت الكلاوي نوريكم الخطوره بتاع الدعم السريع، شهد شاهد من اهلها ما في شير يا زلمه خيركم طيف. طيب نكمل الفيديو يا جماعه، خليكم قاعدين بس ابجرس، خليك قاعد واسمع، كبر اضانك دي، اضانك الكبيره دي جرها كده، اسمع تمام الدعم السريع ها،
ابقى 10 على اختك، ابقى 10 على امك وعلى اخواتك، ها، وعلى مرتك. سامي بيقول الزول ده شنو نظام بل، تعرف البل؟ آه يا صاحبي، خلي بالك من نفسك، فما تشكر لي الركوبة في الخريف، ها، ما تعمل فيها متسلقات، ها، تلمع زول الزول اللي بصب لمصلحتك، تلمعه، اعمل حسابك يا زول، انا شفت، اعمل حسابك. طيب نكمل الفيديو. ما تفتكرون اني عايشين في كوكب زحل، دي كلها حقائق على الشعب السوداني يجيب عارفها. ولسه لو طلعنا لكم حاجه ثانيه والله تقول حميتي دي امره بس. والله تقول الامانه ما خشوا دعم سريع للمرتبات. قال بس كاكل كاكل ده بخليك تسرق، بخليك تنهب، بخليك تدق، بخليك تغتصب، بخليك تعمل اي حاجه. وحاميك ما في زول بحزنك، نازل لابسين كاكل الكلام ده. ومعظمهم واحدين بالملايين جايبينهم من دول الجوار. نعم والله من دول الجوار من تشاد. بس لما نحن قلنا من تشاد، ارقد لازم نعلق للموضوع ده يا جماعه، بس اسمح لي اسمح لي، لما قلنا الناس جايين من تشاد ونيجر ومالي وزفت الطين، ما هنا طلعتوا ميتين ابو حنا. قلت يا احمد انت كذاب، ده رايكم شنو في عيسى؟ جنجويت رباط طبعا معروف قاعد في فرنسا معانا يا هدى. لما قلنا الناس جو من زفت الطين، انت قلت يا فضل ويا زفتي، انت ما قلت لا، ما في زول جا، كلكم يا ريمون ما قلتوا الكلام ده يا رجلي يا دهما، ما قلت ما في. رد عليهم يا عيسى، اردمهم يا عيسى، اردمهم ردمهم الهم، اردمهم يا زول، فجهم فجهم فجيخ. ده مسيري والله، مسيري والله، والله 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 يطلع في ظهرك تاني ما تقوم. هو ده مسيري عديل، انت قال لك ده تابع لنا، ده تابع لك وبيتكلم الحقيقه. زمان كان الكلام ده فيديوهات، دي كان مسح اللايف صفحه كتر نييييي، لكن دقست يا فارع، الناس عملوا لها سكرين شوتات وحافظيننا، مرقوها زي الايام دي. ما تفتكروا اننا عايشين في كوكب زحل، دي كلها حقائق والله، كله قبائل ده اسلوبهم كده، ناس رباطه. ما خشوا الدعم السريع للمرتبات، والله للامانه ما خشوا الدعم السريع للمرتبات. قال بس كاكل كاكل ده بخليك تسرق، بخليك تنهب، بخليك تدق، بخليك تغتصب، بخليك تعمل اي حاجه. وحاميك ما في زول بحزنك، نازل لابسين كاكل الكلام ده. ومعظمهم واحدين بالملايين جايبينهم من دول الجوار، والله من دول الجوار، من تشاد، من مالي ومن النيجر، والله عربي تك، والله عربي تك. ورطانتهم ذاته او لغتهم المحليه بيتكلموا بها دي، والله في السودان ما في، والله كل قبائل السودان ما في نهائي. دي شهاده لله عز وجل، وانا مسؤول منها امام الله عز وجل، ما قدام اي زول، لان ما قاعد اخاف من زول ولا قاعد اديس حق. شوف عيني، لان الناس ديل بعد ما عملوا فينا العمليه بيجوا بيتحروا معانا عديد. انت منو؟ قبيلتك شنو؟ تقول كده بقول سووا لك اساءه بسيئه، ما بقول عليكم والله، دي الفاظهم. نفس اللي مات الفيديو المره اللي بيصور دي، ما سمعتوها اساءه قال لها شنو؟ والله دي اساءاتهم كلهم، والله دي الاساءه حقتهم كلهم، كل اساءاتهم يا هيدي، دي الإساءة حقتهم للأمة السودانية. وقاعدين العرب تهك، نحن قاعدين زي ده والله العظيم، قاعدين في المسجد والله بالقرنف، يعلم الله عز وجل. إذا كنت كاذب أقطع لساني الآن على الهواء مباشرة. قاعدين في مسجد في خرزان 2013، والله نزلوا من العربية الناس زي الهمج. الزمن ده لو نحن كنا جاهزين عندنا عربيات، والله من تمرهم جد الناس شدد مهمج، بيخلوا الكروز البدوشقه حقها بينزلوا كت بيخلوها برا، نزل زي ده بقرنوف والله قدامنا، باب 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 باب، اقسم بالله في الوطن الذخيره دي بتنبل قدامنا زي ده، والله شهوتنا، والله العظيم سلاسل شهوتنا، شهوتنا قلنا موت موت خلاص. قاعدين في المسجد نحن ناس عزل بهذا الاسلوب، والحمد لله الذخيره دي كلها عملت فوق، الذخيره دي كلها عملت فوق قدامنا، وجا ماشي فينا والله ماشي ثاني ولا سعنا. وفينا ناس للأمانة، أنت قبيلتك شنو؟ أنا مسير بسياق بسياق أبشع الألفاظ، أنت شنو؟ والله تقول من أي قبيلة أخرى، يا جماعة والله دي حقيقة. وما بعرفوا عربي نهائي، وما سوداني، والله معظمهم ما سوداني الناس اللي بيزعلونا ديت، لأن العربي حق السودان ده أنت كان بقيت من أي قبيلة. أنا شخصياً الحمد لله الله اداني عقل بعرفه، والله بعرفه. معانا أخواننا من الميدو ومن فور ومن زغاوة ومن الشمالية. أنا ذا والله تم تعذيبهم وتم ضربهم بطريقة بشعة جدا. وبعض من أولادنا برضو قالوا لهم لا أنتم ما تابعين للمصيرية ولا أنتم تابعين لكده ولا كده. دقوهم دق دقوهم دق، وبل شفت المازورة حق البندقية دي؟ أقسم بالله كده في الراس تك، في واحد دق الدوين عليه بالمازورة قدد عديد. زاد لما فات الأوبية
قدته عديد. وفي عندنا ناس مساكين، وعندنا من اولادنا دي. والله عندنا واحد كسيح يعلم الله دقوا دق بالدبشق بدون سبب، كسيح راكب في العجله والعجله كمان دي يدويه دي، شفت الصناعه المحليه اليدويه حقت الفرول هنادي، والله بدون سبب دقوا وكسروا له راسه عديد. مجرى هلا برا في بامبو دي اهلي انا ذاتي نفسي خشم البيت متابع له في بامبو هنا، خلي زول يجي يقول الكلام ده كده. نهبوا الغنم ديل بيطبحوا بياكل ولما في ناس دق ساعه بدون سبب، عندنا واحد والله كسر راسه جاب الخرطوم في نهايه مات في الخرطوم. الان اللي بيسمعوا كلامي الموجودين هنا اسرته شخصيا اسره الزول ده موجودين هنا، خلوا يقولوا كلامي ده كذب، خلوكم من الثاني الفعال في الناس الثانيين ديل الدعم السريع ديل. والله بغير الحميدي كان برتبه عقيد، ده الفعلوا. فلذلك قلت له راضيين، انا ما راضي نهائي وجود الدعم السريع نهائي، ما راضي بهم نهائي. ما تقول لي ديل اهرب ولا زفت، كلهم رباب كلهم حرامي ما فيهم اي دين. انا ديل شفتوا الواحد اجى مصلحته شخصيه ما بشي، لبس كاكي عنده سلطه ما بشي، ولا بعرف ده فلان وتعلم ناس اغبياء سايق غير سايق طيب ومعنى كلمه تحياتنا. طيب ده الفيديو الثاني، باقي واحد بعدك. انا برد هو يا ابو جهرس يا مصلحه، انت ابو جهرس انت هوي، الله لا جاب باقيك اسود زي الفحم ومدعي بالعروبه وسخ وقعد. والله انا لساني اصلت من لسانك اوعك، والله انا اقسم بالله انا الشير ده ساكت، كشف للشير ده 1900 وشويه والله. وكمان حسي الناس في ناس قاعدين في الشغل، بعدين الصفحه دي بيشيروها في كل، شفت الكلام ده بعدين بيشيروه في كل الصفحات، ما عندك حاجه انت كيزك فاضي ساكت. اوي اعمل حسابك يا عبد جرس وما تقل ادبك يا زول، حسي انت قنبت تطبل لعيسى، عيسى ما بقى جنجويتي، انت رايك في الجنجويت شنو؟ انت يا عبد جرس رايك شنو في الجنجويتي؟ انت معكوس وكلب.